بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. مذ أبصرت عيناي باحة داري، حب الحسين هويتي وشعاري. أربع تحديات تواجه الفتاة في السنة الأولى من الزواج. كما يقول علماؤنا الأعلام، بعد الزواج وخلال مسيرة السنة الأولى منه تواجه الفتاة العديد من التحديات، سواء تلك التي تتعلق بالزوج أو التي تتعلق بأهله وأقاربه. أول تحدي هو ماذا؟ طباع الزوج. لا شك أن كثير من الأمور تتغير بعد الزواج، حيث احتكاك الزوجين ببعضهما البعض، لأن العلاقة بينهما أصبحت حقيقية 100%، ولا يوجد فيها أي مجاملات وأي تجمل وأي تكلف، ولذلك يبدو كل من الطرفين على حقيقته دون تجمل كما كانوا في فترة الخطوبة، حيث ظهور الطباع وبداية تعارف جديد بينهما. فمن تحديات السنة الأولى في الزواج اختبار قدرة المرأة في استيعاب طباع الزوج ومحاولة التعايش معها وإيجاد الآلية المناسبة للتعامل مع الزوج. وتزيد تحديات السنة الأولى من الزواج أمام الفتاة عندما تلمس الاختلافات الكبيرة بينها وبين الزوج، وتلمس الأمور التي أخفاها في أيام الخطوبة عنها كثيرا، سواء عن نفسه سواء عن أهله، لأن ذلك سيتطلب منها جهد كبير للتعامل مع شخص ربما ستعرفه وكأنه لأول مرة. التحدي الثاني هو طباع أهل الزوج. فمن تحديات السنة الأولى من الزواج والتي تواجه الفتاة خلال مسيرتها في حياتها الجديدة طباع أهل الزوج، وهي من الأمور الصعبة التي تتطلب تركيزا ووعيا كبيرا من المرأة. إلى اليوم نجد أن بعض النساء مضى على زواجها 20 عاما، أكثر من 20 عام، وإلى الآن لم تستطع أن تتكيف مع طباع أهل الزوج، وإلى الآن تعيش في مشاكل معهم. هنا يجب لفت انتباه الفتاة لأمر هام. كما يقول علماؤنا الأعلام، هو أنه لا يمكن فصل أهل الزوج عن الزوج، لأن الزواج ليس زواج رجل وامرأة فقط، بل زواج بين عائلتين. لذلك دائما ننصح كما يقول علماؤنا الأعلام، يعني قبل أن تقتنعي بفلان كرجل كزوج عليك أن تعرفي أهله جيدا. يعني هناك مثل يقال بأنك سوف تتزوجين أهله قبل أن تتزوجين منه، يعني لا تتصوري أبدا بأن هناك انفصال بينهما. لذلك الأمر يحتاج إلى تركيز ووعي كبير من الفتاة، وذلك لاختلاف البيئة، اختلاف الطباع بينهما. هم قد يعني جعلوك ترين منهم اللطافة في أيام الخطوبة والترحاب الكبير والوعود الكاذبة، وبعد الزواج سوف تنصدمين بطباع أهله. هنا يجب يعني على الزوجة التعقل، فهم طباع أهل الزوج جيدا، تقديم ما تستطيع أن تقدمه للحفاظ على زواجها وعلى زوجها. التحدي الثالث هو الالتزامات المادية الذي يترتب على ترتيبات الزواج، وهناك التزامات مالية كبيرة، عبء إضافي يقع على عاتق المرأة في السنة الأولى من الزواج باعتبارها شريكة لزوجها. عليها أن تكون مدبرة، ويعد ذلك تحديا كبيرا أمامها، خصوصا مع قلة خبرتها بهذه الأمور، خصوصا
إذا كان زوجها من أصحاب الدخل المحدود وراتبه قليل أو عمله بسيط. لكن سرعان ما تتغلب الفتاة على هذا التحدي شيئا فشيئا، تستطيع خلال الوقت التغلب على هذا الأمر، خصوصا مع محاولاتها المستمرة في الوصول إلى طريقة مناسبة تلائم الوضع المادي لزوجها ولها أيضا. كذلك من التحديات الكبيرة الأمومة المبكرة، وهذه مشكلة تعرفون جيدا بأن أهل الزوج وأهل الزوجة يتمنون في ليلة وضحاها يكون لدى أولادهم أولاد، يعني لدى ابنتهم المتزوجة أولاد وعند ولدهم المتزوج أولاد، يظنون من باب التخلف والجهل بأن هذا سيربط الزوج أكثر وهي سوف تعيش مستقرة أكثر، لا يعرفون بأن الأمر لا دخل له إطلاقا. الذي لديه أخلاق لديه أخلاق، والمتربي تربية صحيحة متربي. الرجل إذا كان سيء الأخلاق لا يمسكه هذا كله. على كل الأحوال، فالتحدي الرابع هو الأمومة المبكرة، رغم أن الأمومة حلم كل فتاة، إلا إنها قد تدخل ضمن تحديات السنة الأولى من الزواج، لأنها تزيد من المسؤولية التي تقع على عاتق الزوجة، حيث الاهتمام بأمومتها ورعاية طفلها والاهتمام بزوجها والاهتمام بأهل زوجها، وهذه مسؤوليات لم تتعود عليها من قبل. كيف تتغلب المرأة الفتاة على تحديات السنة الأولى من الزواج كما يقول علماؤنا الأعلام؟ أولا، عليها أن تصبر وقدر الإمكان أن تستوعب الأمور قبل أن تصدر أي تصرف. ثانيا، يجب أن يكون لديها ذكاء عاطفي، أي بمعنى عليها أن تعرفهم جميعا ما هي طباعهم الحقيقية، كي تعرف كيف تتعامل معهم بعاطفة احترام وتقدير من دون أن يؤذوها ومن دون أن يفسدوا عليها حياتها مع زوجها. كذلك المرونة في التعامل مع طباع الزوج حتى تعرفينه 100%، وكذلك عدم السماح لأي طرف بمعرفة خصوصيات الحياة الزوجية، يعني لا تجعلي أحد يتدخل في حياتك الزوجية، لا تجعلي أحد يتدخل في حياتك الزوجية قدر الإمكان. على كل الأحوال، كذلك يجب على المرأة الاتفاق مع زوجها على تأجيل الإنجاب إلى ما بعد السنة الأولى من الزواج. والحقيقة أنه وبحسب آراء يعني علمائنا الأعلام المختصون في العلاقات الزوجية والأسرية، يجب على الزوجين أن ينتظرا عاما على الأقل في مسألة الإنجاب حتى تنتهي فترة التعارف الحقيقي بينهما. المسؤولية تتكون بينهما شيئا فشيئا، ليس بسرعة بسرعة يحدث الانسجام التآلف فيما بينهما، يعني يجب أن يكون هناك استقرار خالي من المشاكل خالي من التوترات، وبعد التأكد من استقرار العلاقة هنا يبدأون في مسألة الإنجاب. هذه هي التحديات الأربعة التي ستواجه كل فتاة في بداية زواجها، وعليها أن تعرف ذلك جيدا. نسأل الله لهن التوفيق ولأزواجهن التوفيق إن شاء الله. برنامج صباحات ولهية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.